فقرتنا الأخيرة وهي فقرة من الفقرات المحببة بالنسبة لنهواندي. طبعا بنتكلم في الفنيات وفي الكورة والاستعدادات. عندنا ماتشات مهمة للمنتخب، هي ودية لكن لا تقل أهمية عن المباريات الرسمية، علشان هي ببساطة بتبقى استعداد للمشاركة في كأس أفريقيا والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. كلام كتير عن المنتخب وعن النادي الأهلي والمكاسب اللي النادي الأهلي بيحققها في الدوري حتى الآن والمحترفين المصريين في الخارج. عندنا تفاصيل كتير طبعا هنتكلم فيها مع ضيفنا الكبير كابتننا الكابتن اسلام عادل النجم الاهلي السابق. كابتن اسلام برحب بيك ومنورنا في 10 الصبح. الله يخليك، صباح الفل. سعيد جدا وانا متواجد معاكم، سعيد اكتر اكيد وانا متواجد في قناه النادي الاهلي ببيتنا اكيد يعني. صباح الهنا، ربنا يخليك. ويعني احنا كمان بنبقى سعداء لان احنا عارفين عنك الصراحه وارائك اللي ما فيهاش مجامله، وانا بحب كده بصراحه. مشكله، دي مشكله، خدي بالك. في بعض الاحيان يعني. صح. بص خلينا نبدا كده سريعا لان احنا لسه عندنا مشوار طويل جدا، عايزين كمان نتكلم عن اللي جاي اكتر ما هنتكلم عن اللي عدى، لكن لازم نعلق على الاهلي والاسماعيلي لان مباراه البعض كان شايفها سهله ومضمونه ومحسوبه ومحسومه وكل حاجه، والبعض الاخر قال لك لا بالعكس الاسماعيلي الموسم ده غير اللي فات، وايهاب جلال كابتن ايهاب جلال فكره بيبقى دايما مختلف وبيقدر ان هو يطور اللعيبه وحتى ان كان في فتره قصيره، وشفنا ده على الارض فعلا، شفنا اللعيبه مش هي دي لعيبه الاسماعيلي حتى في الماتشين اللي قبل. فقريت ازاي المباراه قبل كمان؟ يعني الحقيقه انا مطمن جدا في مباراه النادي الاهلي بالذات في الدوري السنه دي، وخلاص احنا وصلنا لمرحله كبيره جدا من الانسجام مع كولر والوضع بقى مختلف تماما. فاي حد بيلعب النادي الاهلي، انا كنت بتكلم مع كابتن مجدي عبد الغني بعد المباراه قلت له هيبقى حرام ان احنا نقارن حد بالنادي الاهلي، اي فريق في الدوري يمكن الفريق الوحيد اللي ممكن نبقى ندي شويه للنادي الاهلي عنده كواليتي لعيبه جيد وعنده استقرار اداري هو بيراميدز، عنده لعيبه جيده جدا. دي المباراه الموسم الحالي، الموسم الحالي دي المباراه اللي تستني بقى انك تشوفي الاهلي ان شاء الله يكسب، بس يكسب بصعوبه شويه. انما كل الفرق الثانيه بما فيهم الاسماعيلي بما فيهم الزمالك بما فيهم فيوتشر كل الانديه حتى اللي ماشيه كويس، هيبقى انك تقيمهم في مباراه امام النادي الاهلي موضوع هيبقى صعب جدا. الاسماعيلي فريق من الفرق الكبيره جدا واللي اساميها كبيره جدا، لكن نتائجه مع النادي الاهلي اخر 10 سنين ايه؟ تفوق واضح جدا للنادي الاهلي. الاسماعيلي تقريبا ما بيكسبش النادي الاهلي من 2011 او 10 تقريبا، بتتكلم في فتره طويله جدا ما مش قادر يكسب النادي الاهلي. فبالتالي انا نظرتي للمباراه انه زي ما الامور ماشيه هتفضل ماشيه، النادي الاهلي هيفضل يكسب اداء ونتيجه، لكن الجديد في النادي الاسماعيلي ان هم الفتره الاخيره محبين النادي ابتدوا يتجمعوا، بنشوف طبعا العميد احمد نجار، بنشوف الكابتن علي ابو جريشه، الكابتن عماد سليمان، كان هم ليهم رغبه ان الكابتن ايهاب يكون متواجد في الولايه الاولى، وايضا اصر ان هو يكون متواجد في الولايه الثانيه. كابتن ايهاب عنده شكل مختلف وعنده تكتيك مختلف، سي في كبير جدا، كان مدرب المنتخب الوطني، فبالتالي لا هو مقنع. وفتره المقصه كمان كانت افضل فتره ليه بصراحه، انا كنت بلعب معاه في المقصه ولما يعني 2017 لما خدنا تاني الدوري ولعبنا دوري ابطال افريقيا بعد كنا تاني بعد النادي الاهلي.